بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. ودرس جديد من دروس تعلم قراءة القرآن حرف حرف وصفحة جديدة، الصفحة الثانية من سورة المائدة. تنويه أحبتي في الله، سيكون هنالك تلاوة للصفحة في آخر الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت، الراء مرققة لأنها مكسورة والحاء مرققة أيضا، حون ضم الشفتين، حرمت، ولا تقل حرمت، لا تكرير في الراء، انتبه لهذا. التاء في الوقف والوصل مهموسة ساكنة، إذا حرمت، حرمت عليكم هكذا. أما أن تقول حرمت عليكم هكذا قلقلت التاء، هذا من الأخطاء الشائعة. أو أن تبالغ في الهمس، أن تقول حرمت عليكم هكذا بالغت في همس التاء، فانتبهوا بارك الله فيكم. عليكم دائما أنوه على أنه الياء الساكنة قبلها مفتوح والواو الساكنة قبلها مفتوح، هذه لين واو لين ياء لين، فانتبه. لا أقول عليكم الميتة، عليكم كأنه أصبحت عندي ياء مشددة وليست ياء لين. ياء لين عليكم الميتة، كوم الكاف، الكاف في كل القرآن الكريم كاف مرققة، لا تقول عليكو كو، كأنه ترفع أقصى اللسان قليلا فتطلع عندك الكاف مفخمة وهذا خطأ. عليكم نضم الشفتين في المضموم وفي الواو، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة. عليكم الميتة، الميتة من الميم إلى اللام من كلمة الميتة لأنها قمرية. لماذا انتقلت؟ انتقلت لأنه يوجد لدينا همزة وصل هنا، الميم من الأحرف القمرية، فلهذا أبغي حجك وخف عقيمه، هذه الأحرف القمرية القمرية. الميتة إذا بدأت، بدأت بهمزة قطع مفتوحة لأنه ثالث الحرف مفتوح. المي يا أولين، الميتة عليكم يا أولين، والدم الدال شديد مجهور حرف الدال، لا أنا أخرجه ضعيف، والتم، والتم كأنه بين الدال والتاء، فانتبهوا بارك الله فيكم. لا همس في الدال، لا جريان للصوت في الدال، شديد مجهور. ولحم الحاء، هنالك من يقول ولحم هكذا يشد على حرف الحاء ويخرج غير صافي، فانتبهوا بارك الله فيكم. ولحم الخنزير هكذا بارك الله فيكم. الميم مضمومة، الحاء يجري فيها الصوت والنفس مهموس، فحثه شخص سكت. الخنزير، الخاء من الأحرف، من أحرف الاستعلاء السبعة، خص باطن قض، الخاء مفخم مرتبة أخيرة لأنها مكسورة. نون زايدة بلا مخرج الزاي، إخفاء هنا غنة. الخنزير هكذا بارك الله فيكم، أذهب إلى مخرج الزاي، أقف على راء ساكنة قبلها ياء مرقق، في الوصل أيضا مرققة لأنها مكسورة. ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما حرف المد، أهل الهمزة، إذن مد جائز منفصل. هنا مكتوب في كما ترون، تلاحظون أمامكم في المصحف 2-4-5، 4-5 من طريق الشاطبية، 2 بقصر المنفصل، هذا مد جائز منفصل، كلمتين من طريق الطيبة، فننتبه إلى هذا الأمر لما نقول 2-4-5، تمام؟ أهل نضم الشفتين في الهمزة، الهاء دائما أقول لا تخرج الهاء صدرية أحبتي في الله، الهاء من منطقة أقصى الحلق باهتزاز الأوتار الصوتية. لغير ياء لين دائما ننتبه، لكسرة اللام، الغين هنا مفتوحة مفخم مرتبة ثانية. لغ لا تقول لغو، لا تكور الشفتين هكذا، لغو لغير الله، را مرقق لأنها مكسورة، فإذا مكسور قبل اسم الجلال الله ترقق اللام. لغير الله، لا تقول لغير الله، تمام؟ المفتوح والمضموم إذا سبق اسم الجلال الله تفخم اللام، إذا كان مكسور أو يا ترقق اللام. به، أنا وقفت على هذه، لا تقول به، به خطأ، باب بي، به
هكذا، وأقف على ها ساكنة باهتزاز الأوتار الصوتية، رخوة يعني جريان الصوت، وإذا استمر سوف يكون لدينا مد صلة صغرى بمقدار حركتين، هكذا مكتوب مد اثنين، هذا هو علامة المد الصلة الصغرى. به والمنخنقة، هنالك من يقول والمنخنقة، انتبهوا أحبتي في الله، نون ساكنة بعدها إيش؟ بعدها خاء، والخاء من حروف الإظهار الستة، همزوها، عينوها، غينو خاء، فانتبهوا بارك الله فيكم. إذن إظهار والمنخ، الخاء مفخمة والقاف مفخمة، مرتبتهما الثانية مفتوحة، والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة، واولين والموقوذة، قاف مفخمة مرتبة ثالثة مضمومة، أضم الشفتين فيها وفي الواو، والمتردية والمت وليس والمتارى لأنها جاورت الراء المفخمة، أنا أجعل التاء مفخمة وهذا خطأ، والمتارى وليس والمتارى، تا تا تو تي، والمتردية والنطيحة، نون مشدد الغنة أكمل ما تكون كما سمعتم، والن وليس والنا، طا مفخم جاورتها مفخم مرتبة أخيرة، فلا أقول والنطيحة، خطأ، والنطيحة هكذا بارك الله فيكم. طبعا إذا أقف والمتردية أقف بها ساكنة، والموقوذة هذا الاختبار، والنطيحة هكذا بها ليس صدرية بل من منطقة أقصى الحلقة هنا باهتزاز الأوتار الصوتية يجري فيها الصوت والنفس، وما أكل مد جائز منفصل، وما حرف المد، أكل كلمة ثانية بدأت بالهمزة، حركتين 4-5 افتهمنا، حركتين من طريق الطيبة بقصر المنفصل، 4-5 من طريق الشاطبية. هنا كلمة يخطئ فيها الكثير بأنه يقول السبع، يقلقل الباء بإسكان الباء مع القلقلة، وانتبهوا أحبتي في الله، هذه الكلمة باء مضمومة، السبع 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 هكذا بارك الله فيكم، وليس السبع كأنه أنت أسكنت الباء مع القلقلة، خطأ. السبع إلا اللام المشددة في كل القرآن لا تمسكها أحبتي في الله، الذين إلا ما ذكيتم، اللام من أحرف التوسط لين عمر يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة، إلا خلاص ما ذكيتم يا أولين، انتبه لهذه الياء دائما أنا أركز، لأنه يقول ذكيتم وما ذكيتم، هذه ليست يا أولين، هذه أصبحت ياء مشددة، فانتبهوا بارك الله فيكم، أصبح فيها نبر، فهذه من الأخطاء الشائعة جدا في ياء اللين وواو اللين. ميم مظهرة أسمع، وخاصة لدى الواو، لما يأتي بعدها واو أو يأتي بعدها فاء، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، إلا ما ذكيتم وما ذكيتم وما، هكذا أسمعها، الخطأ أنه تقول ذكيتم وما، انتهى صوت الميم، لم يخرج معك صوت الميم، وما ذبح وما، لا تقلل الألف، إلا ما إلا ما، هذه الألفات مقللة فهذه خطأ، ولا تجعل هذه ابتسامة، ما إلا، هذه كلها أخطاء، لا يوجد هذه المبالغات باللطف في النطق بلا تعسف، وما ذبح على النصب، النون مشدد الغنة أكمل ما تكون، جاورت الصاد المفخم مرتبة ثالثة، ليش مرتبة ثالثة؟ لأنها مضمومة، فإذا النون مرققة، لا أقول النصب، خطأ، النو النصب، أقف طبعا إذا وقفت للاختبار سوف يكون هنالك باء ساكنة قلقلت في آخر الكلام قلقلة كبرى، أستمر باء مكسورة عادية، على النصب وأن تستقسموا، وأن أذهب إلى مخرج التاء لأنه لدينا إخفاء بغنة، تسين يجري فيها صوت والنفس من أحرف الصفير، هي مرتبة بعد الصاد من قوة الصفير، القاف ساكنة مقلقلة قلقلة صغرى لأن في وسط الكلام، لكن لا أنسى التفخيم، لا أقول تستقسموا تستقسموا، هذه قاف عادية ليست قاف مفخمة، فانتبهوا تستقسموا، هكذا أفخمها بحسب مرتبتها الرابعة، بالأزلام بكسرة الباء، بالأزلام وليس بالأزلام، لا أقول أألام، لا تقلل صوت الألف بارك الله فيكم،
بالأزلام هكذا. طبعا نقف على ميم ساكنة. ذلكم فسق. ذلكم أيضا لا تقل صوت الألف، ميم مظهرة جاء بعدها فاء. ذلكم فسق هكذا. وأقف على قاف مقلقلة قلقلة كبرى في آخر الكلام ساكنة. سين يجري فيها صوت والنفس صفير، كسر الفاء في فسق. ولما أريد أن أوصل كلمة فسق تنوين ضم بعدها جاء كلمة اليوم، وسيكون لدينا إظهار، ولكن يكون لدينا التقاء الساكنين. النون راح تسكن من هنا، فسق هذه النون لما احنا نقول أحكام النون الساكنة والتنوين، لأنه إذا وقفت على الآخر الكلمة فسق سوف يكون لدي نون ساكنة. وأنتقل إلى هذه التي موجودة عندي همزة الوصل الموجودة الساكنة، لما في الوصل التقاء الساكنين سأكسر النون حتى أنتقل إلى الكلمة الأخرى. فسقني اليوم، فسقني اليوم هكذا. بارك الله فيكم، هكذا تدربوا عليها وتعلموها لما أنا أريد أن أوصل. اليوم أبدأ بهمزة قطع مفتوحة لأنه ثالث الحرف مفتوح، واولين. اليوم يائسة، اليوم يائسة، انتبهوا لا أنبر هذه الواو، يائسة كسرة الهمزة. الذين اللام اسمية مدغمة مرققة لا تمسك. الذين أطلت زمنها وأصبحت رخوة، فانتبهوا بارك الله فيكم، اللام من حرف التوسط. كفروا، هنالك من يقول كفروا أو يقول كفروا، يعني يفخم الكاف والفاء لأن الراء مفخم، أو يرقق الراء لأن الكاف والفاء مرقق. الصحيح كفروا، كفروا هكذا أخلص المفخم من المرقق، أفكك الكلمة ثم أركبها. من دينكم، نون دال سيكون لدينا إخفاء، هذا من مخرج الدال، ولكن أكسر الميم، لا أقول من دينك، من دينكم، أكسر الدال أيضا، ولدي نون مكسورة. كاف مرققة، ميم مظهرة. من دينكم فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوهم، الخاء ساكنة يجري فيها صوت والنفس، مفخمة مرتبة رابعة من أحرف الاستعلاء طبعا لأنها ساكنة. ولدينا واو لين، فلا تخشوهم، لا تقول فلا تخشوهم واخشون، هذه واولين، لا ليست واولين، انت لما قرأت هكذا بالنبر فانتبهوا. ميم مظهرة، فلا تخشوهم واخشون، وهنا اقف على نون ساكنة. هنا لا لما تستمر بالقراءة لا تقول واخشوني اليوم، ني لا تجعلها ياء، واخشوني اليوم هكذا بارك الله فيكم، ولا اقول واخشوني اليوم هكذا كأنه اطلتها، فانتبه هذه بحذف الياء نون مكسورة فقط. اليوم أكملت لكم، اليوم واولين، أكملت كاف ساكنة فيها همس، لا أقول أكملت أو أكملت، أبالغ في الهمس خطأ، أكملت لكم، نضم الشفتين في التاء والكاف مرققة. دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت، وأتممت ميم مضارع كما سمعتم، لكم دينكم وأتممت، التاء ساكنة فيها همس لطيف. وأتممت خطأ، قلقلت التاء وقلقلت الميم الثانية، هذه من الأخطاء الشائعة. إذن الميم يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لون عمر، والتاء مهموسة همس لطيف. وأتممت عليكم يا أولين، دائما أركز وأنبه وأنوه إلى هذه الأمور. عليكم نعمتي، نعمتي، العين عميقة، لا أقول نعمتي قلقلها أو نعمتي لا، نعمتي، أنزل إلى وسط الحلق حتى تخرج عندي العين فصيحة. ورضيت، الضاد هنا مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة خامسة يعني، والراء مفخمة لأنها مفتوحة. ورضيت لكم، لكم وليس لكم، لكم الإسلام دينا. السين يجري فيها صوت والنفس. الصفات تتجلى في الحروف الساكنة، صفات الحروف تتجلى، يعني لما أقول هنالك جريان للهواء، جريان للصوت، يعني هذا هو الوضوح، الرخاوة والهمس. دينا كسرة الدال، ونقف على مد العوض بمقدار حركتين. استمر في القراءة، دينا فمن
هنالك إخفاء مع الفاء، أذهب إلى مخرج الفاء، هي لنطق حرف الفاء. دينا فمني فمني، اكسر، ثم بعد ذلك أدخل وين؟ أدخل إلى كلمة اضطر ضاد. هنالك من يقول اضطر، انتبه اضطر كأنه يقرأ طا، أدغمها وأدغم الضاد في الطا وخرج عنده كأنه بس فقط طا. الضاد إخوتي الساكنة فيها صوت، يعني لما أقول الضاد من صفاتها رخاوة ساكنة، إذا أنا لازم أسمع فمن يوم فمن يمطر فمن يمطر، هكذا أسمع الرخاوة اللي هي جريان الصوت والاستطالة. فهذه الأمور أنتبه إليها، وخاصة في هذه الكلمة لا أقول فمن يضطر فمن يضطر، هذه خطأ، هذه خطأ، أدغمت الضاد في الطاء. إذا فمن يمطر، هكذا أسمع الضاد ثم بعد ذلك الطاء، والضاد هنا مفخم مرتبة رابعة ساكنة، والطاء مفخم مرتبة ثالثة لأنها مضمومة، الراء مفخمة لأنها مفتوحة. طبعا المدغم حكم الحكم المدغم حكم المدغم فيه، يعني الراء حكمه حكم المدغم فيه، يعني الراء لما تكون مشددة بفتح سوف تكون مفخمة، ولما تكون الراء مشددة بكسر سوف تكون مرققة. في مخمصة، هذه أيضا من الكلمات التي يقرأها البعض خطأ، يقول مخمصة ما ما، لا أقول ما لأنها جاورت الخاء الميم الأولى والميم الثانية جاورت الصاد، الميم الأولى جاورت الخاء مفخم مرتبة رابعة ساكن، والميم الثانية جاورت الصاد مفخم مرتبة ثانية مفتوح، فإذا ما مخ ما ص مخمصة، إذا أفكك لا أقول مخمصة خطأ، ما ما مخمصة، وبالتمرين والدربة بإذن الله عز وجل ستأتي معكم صافية من غير تفخيم للمرقق. إذا استمر في القراءة سوف يكون لدي تنوين مع الغين، والغين إظهار من أحد حروف الإظهار الستة، مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. كما سمعتم غير ياء لين، دائما الآن أبدي أركز أنا على ياء اللين وواو اللين، غير متجانف بالله عليكم أصبحت كأنه مشددة فانتبهوا، غير غين مفخمة مرتبة ثانية مفتوح، والراء مفخمة لأنها مفتوحة، متجانف متجانف كسرة النون والفاء تنوين ثم بعد ذلك لام إدغام بغير غنة، متجانف لإثم من غير أن أمسك اللام، متجانف لإثم هذا مسك للام فانتبهوا، متجانف لإثم فإن الله لإثث، مخرج الثاء ضعيف ويحتاج إلى جريان للهواء وجريان للصوت حتى أنا أسمع صوت الثاء، تنوين مع الفاء لإثم فاء، هكذا تنزل الثنايا العليا إلى باطن الشفة السفلى ملامسة لها، ملامسة حتى أنا أتهيأ لنطق حرف الفاء، هذا هو الإخفاء عند الفاء، وتكون الغنة دائما مرقق. هنالك من يقول لإثم هكذا وكأنه جعلها ميم، فانتبهوا أحبتي في الله، أنا أذهب إلى مخرج الفاء لإثم فاء هكذا، فإن الله فإن، لا أمط الكسرة، كسرة الهمزة لا أمطها، وخاصة جاء بعدها نوم فيها غنة فأقول فإن خطأ، فإي تها دور الهمزة المكسورة، نون مشدد الغنة أكمل ما تكون، نون الثانية مفتوحة، جاءت قبل اسم الجلال الله إذا تفخم اللام، فإن الله لا أقول فإن، لا أفخم النون، النون مرقق، دائما أحفظ سبعة حروف مستعلية التي هي خص ضاد قظ فانتبهوا، غفور الغين مفخمة مرتبة ثانية مفتوح، الراء مفخمة لأنها مضمومة، راء مع الراء تجاور التنوين مع الراء إدغام بغير غنة، لن أقول غفور رحيم كأنه نون، أنا آكل هذه النون، غفور رحيم غفور رحيم رحيم كسرة الحاء، وهنالك ياء لما أقف بالمد العارض للسكون فيجب أن أنتبه إلى أنه لا أخرج غنة في هذه الياء، أقول رحي رحيم خطأ، رحي رحيم فقط في الميم لما أقف هنالك غنة، أقف بميم ساكنة،
رحيم يسألونك، تنوين مع الياء راح يكون إذا استمريت في القراءة إدغام، لا جعل يا صافية. رحيم يسألونك خطأ، هذه ياء غنة. رحيم يسألونك، إذا يس نجرف فيها صوت والنفس من أحرف الصفير، ماذا وليس ماذا، صوت يختلف، هذا صوت تقليل، انتبهوا. ماذا ولا أقول ماذا، لا أجعل هذه الابتسام في الشفتين، الألف بفتح الفم، الواو بضم الشفتين، الياء بخفض الفك السفلي إلى الأسفل، ماذا هكذا. ولدينا ماذا حرف المد، أحل الهمزة كلمتين، مد جائز منفصل، قد يكون من الذي يقرأ من الطيبة بقصر المنفصل حركتين، أو من الشاطبية 4 أو 5 حركات. ماذا أحل لهم، أحي كسرة الحاء ولا أضغط على مخرج الحاء حتى تخرج عندي أحيل، خطأ، أحي أحل له لهم، نضم الشفتين في الهاء. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم، هنا ننتبه إلى أحل لكم لام متتابعة كاف مرققة، لكم وليس لكم، كو خطأ، لا ترفع أقصى اللسان فيخرج عندك الكاف مفخم. لكم الطيبات، انتقلت من الميم إلى الطاء لأنه اللام شمسية ولدينا همزة وصل، فصار هذا الانتقال من الميم المضمومة إلى الطاء، والطاء مفخمة. الأولى ساكنة رابعة، الثانية مفتوحة ثانية، ولدينا مرتبة ثانية أقصد، يعني الطاء الثانية مرتبة ثانية مفتوحة، ولدينا ياء مشددة بكسر، أسمع صوت الياء الساكن الطيبات ومع النبر، هذه التي ننبرها هنا، هذه الياء المشددة ليس ياء اللين. الطيبات وما علمتم، هنالك من يجعل هذه الماء نافية، يعني والذي علمتموه من الجوارح، وما علمتم من الجوارح، لا تقول وما علمتم، أي لم تعلمهم، يعني لما تقول وما علمتم هكذا خطأ، بارك الله فيكم. وما علمتم أي ما الذي علمتموه من الجوارح مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وما علمتم، ميم مع الميم إدغام متماثلين، ولا أمسك اللامات المشددة. وما علمتم خطأ، وما عل خلص، وما علم ميم يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة، لا أقول وما علمتم كانوا قلقلة، فانتبهوا. من الجوارح من النون إلى اللام لأنه لدينا همزة وصل، واللام قمرية لأنه الجيم، ابغي حجك وخف عقيمه من الحروف القمرية. الجوارح الراء مرققة لأنها مكسورة. مكلبين، لا تقول مكلبين، انتبهوا اللام والباء مكسورة، فلا أقول مكلبين، مكلبين، لبين، انتبهوا واللام مشددة بكسر. تعلمونهن مما، نون مشددة، الغنة أكمل ما تكون، مما كسرة الميم ثم ميم مشددة، الغنة أكمل ما تكون. الذي يحدث أنه النون المشددة والميم المشددة يحدث فيها نبر، يقول تعلمونهن مما علمكم، فأنت تأتي بالغنة، لماذا تحدث هذا النبر؟ فانتبهوا بارك الله فيكم. مما علمكم الله، كو كو، خاصة لما أنا سوف يأتي عندي ميم مضمومة بعدها، وبعد الميم اسم الجلال الله تفخم اللام، فأنا أفخم علمكم الله، أفخم كاف وميم من علمكم، لأنه أنا سأنطق الله مفخم لأن قبلها مضموم، فانتبهوا علمكم الله هكذا. فكلوا مما أمسكنا عليكم، مما مرت معنا ميم غنة مشددة، غنة كمل ما تكون، حرف المد في مما، أمسكنا الهمزة مد جائز منفصل حركتين طيبة 4 5 شاطبية. أمسكنا كاف ساكنة ما فيها همس، لا تقول أمسكنا قلقلتها وهذا خطأ، أمسكنا بالغت في الهمس وهذا خطأ، أمسك نا أمسكنا، تمام هكذا لطيف الهمس. عليكم يا أولين كاف سوف تكون مرققة. واذكروا من الواو إلى الذال لأن لدينا همزة وصل، والذال انتبهوا أحبتي في الله، ضع الأصابع هكذا، فإذا خرج أثناء نطق الذال هواء ولامس الأصابع هذه ذال خطأ،
ليش؟ لأنها ليست من أحرف فحث وشخص سكت، فكيف تخرج معها هواء؟ واذكروا هكذا، راء مفخمة لأنها مضمومة، لا أقول واذكروا، أفخم الكاف لأنها جاورت الراء. واذكروا اسم الله عليه، اسم الله أبدأ بهمزة قطع مكسورة لأنه ثالث حرف مفتوح والسين يجري فيها الصوت والنفس. طبعا واذكروا من الراء المضمومة إلى السين لأنه لدينا همزة وصل. اسم ميم مفتوحة قبل اسم الجلال الله، إذن اللام تفخم. اسم الله، لا أقول اسم الله، لا أفخم الميم لأنها جاورت اسم الجلال الله المفخم. عليه هكذا يا أولين ساكنة قبل مفتوح، وها ساكنة أقف عليها بجريان للصوت، بجريان للنفس، باهتزاز الأوتار الصوتية من منطقة أقصى الحلق. واتقوا الله، قاف مفخمة لأنها مضمومة، مرتبة ثالثة مضمومة، وبما أنه مضموم قبل اسم الجلال الله إذن تفخم هذه اللام. واتقوا الله، إن الله، نون مشدد الغنة قبل ما تكون، هذه الكسرة للهمزة لا تمط تجعلها إن، خطأ، إن الله، مرت معنا النون الثانية مفتوحة قبل اسم الجلال الله تفخم من غير أن أفخم النون، لا أقول إن الله، تبهوا، إن الله سريع، سريع، أضم الشفتين مع العين، سريع الحساب، سريع الراء مرقق، ليش؟ لأنها مكسورة، عين نضم الشفتين فيها وانتقلت من العين إلى اللام همزة وصل، واللام قمرية لأنه بعدها حرف الحاء، ابغي حجك وخف عقيمه، أقف على الباء المقلقلة قلقلة كبرى في آخر الكلام من غير شائبة، لا أقول الحساب كأنه همزة، فانتبهوا، فلا لا من غير أي شائبة، لا مشمومة كسر ولا فتح ولا ضم ولا همزة، الحساب هكذا، ولا أقول الحساب، لا أقلل صوت الألف. اليوم مرت معنا هذه وبدأت بهمزة قطع مفتوح لأنه ثالث حرف مفتوح، سوف أبدأ بهمزة قطع مفتوح. الواو لين، واو ساكنة قبلها مفتوح. اليوم أحل لكم الطيبات، هذه مرت معنا، أحل لكم الطيبات قبل قليل في الأعلى. وطعام، وطا، لا أقول وطعا، لا أفخم الواو والعين لأن الطا مفخم مرتبة ثانية مفتوح فأفخم، كل كلمة وطعام مرقق إلا الطا هي المفخم. وطا ع، وطعام، وطعام، وليس وطعام، لا أقل صوت الألف. وطعام الذين، الذين اللام اسمية مدغمة مرققة، ذلك سرها جيدا، لا تمسك اللامات، لا تطل الزمن اللام، الذين، هذا هو الذي أقصده لما أقول لا تمسك. أوتوا، واو ساكنة قبلها همزة مضمومة، هنا سوف يكون لدينا مد حركتين بدل. أوتوا الكتاب حل لكم، الكي خسرة الكاف طبعا أحرص عليها لا أختلسها، واللام قمرية لأنه جاء بعدها حرف الكاف، حي كسرة الحاء، لام تنوين مع لام بعدها إدغام بغير غنة، راح أقول حل لكم، حل هي حل لكم، لا أقول حلن لكم كأنه صارت قلقلة وصعب الانتقال من مخرج النام إلى من النون إلى اللام لأنه متجاور، فجاء هذا الإدغام حلينا هذه الإشكال، حل لكم، أكلنا النون، لا أقول لكم وطعامكم، انتبهوا لا أفخم الكافات، لكم وطعامكم حل لهم، ميم مظهرة سمعتم، وطا هنا وطا، وطعامكم ميم مظهرة، وطعامكم حل لهم، تنوين مع اللام كما قلت حل لكم، هذه حل لهم، هو نظم الشفتين. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات الحاء كما قلت أنه لا تضغط على مخرج الحاء تخرج كأنه معها هاء، والمح خطأ، والمح ولا أسحب ضمة الميم، أقول والمحصنات أنه ضميت الشفتين في الحاء الساكنة وهذا خطأ فانتبهوا. ص مفخم مرتبة ثانية لأن مفتوحة، والمحصى، والمحصنات هكذا، ولا أقول والمحصنات
لا أقل صوت عليه، من المؤمنات، المؤمنات، الميم مضمومة والهمزة ساكنة، لا أسحب ضمة الميم إلى الهمزة الساكنة ولا أقلل الهمزة، أقول المؤمنات، هذا خطأ، أو أنه عدم قفل الأوتار الصوتية في منطقة أقصى الحلق لن تخرج عندي الهمزة صحيحة، يعني أقول المؤمنات، هذا خطأ، المؤمنات، المؤمنات، المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذه مرت معنا، من قبلكم، نون قاف إخفاء بغنة مفخمة، لماذا؟ لأن بعدها حرف القاف، والقاف من أحرف الاستعلاء السبعة، غنة الإخفاء مفخمة. طيب كيف أنا أرتب الغنة مرتبتها؟ بما أنه القاف مرتبة ثانية، إذن غنة الإخفاء سوف تكون مرتبة ثانية، يعني لما أرفع أقصى اللسان في غنة الإخفاء لكي يأتي بغنة مفخمة، سوف يستقر هذا اللسان في الأخير في الارتفاع لما أصل إلى القاف، يعني من ق، هكذا جربوها، من ق، لا 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 لا، يعني ما راح أنزل عند مستوى القاف أو أصعد عند مستوى الغنة، يعني هذا يصعد هذا ينزل، لا راح يكون مستوى واحد، من قبلكم، باء مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام، ميم مظهرة، من قبلكم إذا، أسمع صوت الميم، إذا آتيتموهن، إذا حرف المد، آتيتموهن همزة، إذن أولا المد جائز منفصل، حركتين أربعة خمسة، عرفنا أنه ماذا حركتين، ماذا أربعة، ماذا خمسة، آتيتموهن مد بدل بهذه الكلمة، لأنه ألف ساكن قبل همزة مفتوحة، فإذا سوف أمد أنا هنا مد جائز منفصل، ثم بعد ذلك مد بدل. أقرأها مرة أخرى، إذا آتيتموهن، أقف على نون فيها غنة للدلالة على أنه هذه نون مشددة، يا لين، آتي ساكنة قبلها مفتوح فلنتبه إليها، أجو، أجو، ضم الشفتين في الهمزة والجيم، والواو والراء مفخمة لأنها مفتوحة، أجورهن محصنين، نون غنة أكمل ما تكون، لا تسحب ضمة الميم إلى الحاء الساكنة والحاء، محصنين، صاد مفخمة مرتبة أخيرة مكسورة، محصنين غير، انتبه يا أولين، ساكنة قبلها مفتوح، غين مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة، الراء مفخمة لأنها مفتوحة، غير وليس غير، غير مسافحين ولا متخذي، مسافحين ليس مسافحين، ولا، لا تقل صوت الألف، اكسر الفاء والحاء، في حي، مسافحين ولا متخذي، خام مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة مرتبة خامسة، ولدينا حرف المد في متخذي، الهمزة أخدان، مد جائز منفصل، حركتين على الطيب، أربعة خمسة على الشاطبية، ولا متخذي أخدان، لا أقول أخدان، لا أفخم الهمزة لأن جاورة الخاء المفخم، الخاء مفخم مرتبة رابعة ساكن ويجري فيها الصوت والنفس، ولا أقول أخدان، هذا الشخير أجعله في صوت الخاء، انتبهوا، أخدان، وليس، ولا أقول دان، دان، أقف على نون ساكنة، فانتبهوا بارك الله فيكم، كل كلمة أخدان مرقق حروف وإلا الخاء مفخم ومرتبة رابعة مرتبة الساكن، أخدان ومن، إذا استمريت تنوين مع الواو إدغام وأضم الشفتين، ومن يكفر، نون ياء، دائما أركز أنه لما يكون عندنا نون ساكن أو تنوين مع الياء إدغام لا أجعلها ياء صافية، ومن يكفر، خطأ، ومن يكفر، هنا كاف ساكنة فيها همس، يكفر، لطيف، لا أقول يكفر قلقلة أو يكفر مبالغ، والفاء مضمومة مرققة، الراء ساكنة قبلها مضموم مفخم، إذا يكفر بالإيمان، لا تقول ومن يكفر بالإيمان، هنا الراء ساكنة لا تضمها، فانتبه، لا تقول يكفر بالإيمان، يكفر بالإيمان، الراء يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة من أحرف التوسط للعمر. بالإيمان، كسرت الباء وهنا ياء ساكنة قبلها همزة مكسورة مد بدل، بالإيمان فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، انتبهوا، القاف مفخمة مرتبة ثانية، الطاء مفخم مرتبة ثانية مفتوح، ولا أفخم الفاء والدال والحاء والباء، أقول فقد حبط، خطأ،
فقاد دال مقلقلة قلقلة صورة في وسط الكلام لأنه سأستمر بالقراءة، يعني لن أقف على فقاد هكذا، إذا وقفت عليها الاختبار ستكون كبرى لأنها آخر كلام، أما أنا مستمر ستكون صغرى في وسط الكلام. فقاد حبط عمله، تمام، حبط عمله، العين والميم مفتوحة واللام والهاء مضمومة ولدينا مدى صلة صغرى بمقدار حركتين، عمله وهو وهو الهاء مضمومة نضم الشفتين لا أقول وهو، تمام، انتبهوا قراءة حفص، وهو في الآخرة مد بدل لأن لدينا ألف ساكن قبل همزة مفتوحة حركتين، الخاء مفخمة مرتبة أخيرة مرتبة المكسور الخامسة، راء مفخمة لأنها مفتوحة من كسرة الميم الخاسرين، الخاء مفتوحة بعدها ألف مفخمة مرتبة أولى، الراء مرققة لأنها مكسورة أقرأها، وهو في الآخرة من الخاسرين، لا تقول الخاسرين، لا تكور الشفتين، لا إعمال للشفتين عند نطق حروف الاستعلاء السبعة، من انتقلت من النون إلى اللام من كلمة الخاسرين لأنه لدينا همزة وصل واللام قمرية، لأن الخاء ابغي حجك وخف عقيمه من الأحرف القمرية، قف على نون ساكنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، واستغفر الله لي ولكم. كان معكم دريد إبراهيم المصلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.